محمود الشهوات اليوم حطينا رحال في مدينه مكناس مدينه الاسماعيليه. اليوم غادي نشوفوا الاثمنه ديال الحواله، غادي نشوفوا البقر، غادي نشوفوا الخرفان، وغادي نشوفوا المعز كامل. غادي نقول لكم الاثمنه ديالهم شحال دايرين. أنا خدت شو بسمعي اللي عجبك تكلم شحال تحسب لك هذا وخاب أنا خدت شو اللي عجبك نديوك مروق هذا عبد السيد هذا الأحوال الأطلس أجل موس هادو الخلف أجل أجل موس 350 ألف فرانك 350 مور تبارك الله ماشي سبب ديال عيان ديما كيما كيهرس عليه الباب النهار ضربو ضربة ويفوت في صافي فوالا زمان شكون كاين اللي قلتي كريم الثمن ديالهم 350 هذا الثمن ديالهم 350 يلا اجي نشوفوا هنا البقر شنو كاين. هذه 132 يعني 150 يعني هذا باقي يا ابو عشرة لك توكل او تشربها اصلا خير اوكي انا خصك تمشي كده يا اخي هذا خلاص يا البقرات جينا شويه السوق خريبي الطازه نمشيو نشوفوا الخرفان سعود 40 بالفرادي265 يعني الاثمنه الخير هذا راه عادي فيه 52 صور مع راسك خلاه هذا بشحال 52 هذا يعني 260 اورو
الثمن مزيان مخير السوق مليحه المرضيه حتى 50000 هذا السيد هذا ميسر حاجه الثمن ديالها حاجه ثمن دابا بحال هذا ب 52 واش انت شاري ولا كتبه ديالك هذا راه شاري ويعني انت ب 52 مسلكك ولا ما مسلكش كلشي على الله الثمن ديالها هو دعم كبير ليك وهاد الناس اللي كيتبعوني على لاشين ديالي الا شي واحد خصو شي حول وبغى يتصل بيه تقدر تعطي لهم النيميرو التليفون ديالك مرحبا نعطيهم النمره التليفون قرر غادي يعطي لهم السيد هاد السيد هذا راه باينه فيه مزيان انا نعطيهم النمره التليفون وغايديو حاجه مزيانه غير على الفلفل غير على الفلفل اين الاسواق اللي كتكون فيهم اليوم احنا في الاربع كنكونوا في مكناس هاك الموس الحاج ازروم اغوري اغوري غير كتعرفوا حبوب الشيوات دائما ملي كتاح له القلب على شي انسان مزيان هاد السيد هذا ارتاح لي القلب معاه حنا كنديروا مع كيعطينا الاثمنه ديال الحواله هو غادي يعطي لكم النيميرو ديال التليفون قول لهم النيميرو التليفون 06 06 76 18 85 37 خوفا شحال الثمن ديالها هذيك اخويا مشريه 18 اونص بالنسبه للبنادم المسكين مخيره مخيره وسمينه وزوينه سمينه و تفضل عاوتاني كاين اللي غادي يعيد الاخر كنطلبوا فيها 20 الى قسم الله 100 ماشي اخر ثمن ديالها 1000 درهم وهذو اللي الفوق ديال الكسيبه هذيك كاينين اثنين هذاك اثنين هذاك وكاين هذاك اللي ملي عاد كيهرسني الحليب عاد كيطلع اثنين اصحاب السردي عاد كيطلع سنان حليب عاد كيهر واحد كنشكروا السيد اللي خلانا فيلمينا معاهم وبالنسبه للناس اللي عايشه على الرشاد يجيو ولا ما يجيوش يجيو مرحبا بهم ياك واخا ما كاينينش الفلوس مرحبا غير يجيو يديو الحوانه يجيو الفلوس على خاطر الله يحفظك الله يرحم لك الوالدين كنشكرك بزاف شكرا انت لا صاحبك ولا الصديق ديالك على بروشان ان شاء الله بارك الله فيك شكرا بارك الله فيك الله يحفظك عاد دخلنا دابا من صغار باين كبير وهذاك الاخر هذاك البيت عنده الكرون الله يرحم بابه الله يحمد الله هاني تخير باقي صغير هذا شوف تبارك الله نقا نقا كاين تبارك الله كتعرفوا حموم وشي ودائما كيمشي لكم الحاجه اللي مزيانه حاجه خيره الثمن معقول عند هاد الناس انت ليش انا حبيت الثمن ديال هذا 86 هذا 86 يعني 430 الاورو يعني 450 فرنك يعني 450 اورو تبارك الله شوفوا الحب اللي كيداير اثمنه مزيانه على الصراحه على العام هذا غير اللي ما باغيش يعي العام هذاك الحل راه داك الحل عندي سميتو جيب لي عاود حتى بغا يتبرعوا انا على الخير عرف الله عليك يا رسول الله صلاه على النبي اللهم صل عليك يا رسول الله انا الحاج الا بغيتي تبرع عاود عيب معانا هذا سنه الحليب هذا اللي دون دو لي انت انت مدينه انا هذا 450 عطاو انا ويا 50 بس عرف مرضي قول لي النمره التليفون اللي بغاش واحد يتصل بك 06 61 زيد 38 11 36 السوق اللي كتكون فيه اي سوق مكناس دائما في مكناس مكناس باش مكناس وفاس شحال الثمن عندي ديال هذا؟ هذاك 37
شني هذا؟ انا علاش كنت قصي كندير فيديو للناس خصهم باش يشوفوا ما كتب عليهم ما والو. شحال قلتي لاخر تمن ديال هذا؟ هذا 38 يعني 190 الاور. هذا الثمن ديالو 190 الاور. وهذا اللي هنا بحال بحال تعزل كيما بغيتي كيما بغيتي تعزل تما تبارك الله اللي عجبك عزلو تما الثمن ديالو 38 هذا روش 38 ازرق 190 هادو الخرفان ديال الخرفان ديال ازرق يعني 100 180 38 الفريق 38 190 190 اورو وانت كتبيع هادشي في الوقت تقدر تعطينا رقم التليفون الا كان شي واحد بغى يتصل بك اللي بغى شي واحد الا خصو الخرفان حافظ النمره التليفون ديالك قلنا صفر 6 نزيد 27 27 86 30 40 30 40 اين السوق اللي كتكونوا فيهم؟ تنكونوا في فاس ديما تنكونوا في فاس فاس يوم كناس يعني الناس ديال كناس فاس ازرو غادي اللي خصها شي حاجه مرحبا به تبارك الله بارك الله اثنين اثنين وكاينين اثنين كاينين الناس اللي الناس الجاليه المغربيه هما اللي كتبوا لنا قال لك خصك تشوفوا لنا الاسواق تشوفوا لنا الاثمنه مرحبا مرحبا تعدل معهم الثمن مرحبا مرحبا الا جا شي واحد قال لك الا جا شي واحد شي واحد يقول لك راني ديجا الا قال لك ديجا راني شفتك في اليوتيوب العشيه غادي تكون على اليوتيوب حمومو الشيء ان شاء الله ان شاء الله على حمومو الشيء خلي عنده ان شاء الله العشيه غادي تشوف راسك في اليوتيوب ان شاء الله كنشكرك بالسلامه عليك الله يحفظك الله يعاونك الله يجيبكم التيسير اسيدي الله يعاونكم هنايا كنختموا الحلقه ديالنا ديال السوق نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الفيديو هذا اللي درت لكم الاثمنه كاينه مزيانه السوق كان مخير الاثمنه ديال العجوله راكم شفتوا كيفاش المعزي الغلمي الجديان الخرفان الخروفات راكم كاع شفتوا الاثمنه بقاو معايا ما تمشيوش بعيد مازال الفيديو اخر احنا في الاجواء ديال العيد مهم فيديو الاخر احنا معكم الى اللقاء على بروشين السلام عليكم